دلوقتي هنشتغل ال بروتكشن اند سيركت بريكر مود في الاوتو اوتو كلوزر. بروتكشن وسيركت بريكر معناها انا لازم اشوف حاله السيركت بريكر اوبن عشان اشتغل، لازم اشوف حاله البريكر اوبن عشان اشتغل. طيب احنا هنطبقها ازاي كتست؟ في اللوجيك دايجرام اللي في المانيوال بيقول ان حاله البريكر ممكن احققها من ال شويه، يا اما من السيتنج اللي جوه الاوتو كلوجر اهي ثلاثة بول اوبن، يا اما من سيتنج تاني موجود. وبيقول هنا في الشيت التالت، الشيت التالت السيتنج التاني ده موجود فين؟ اهو موجود في البريكر كنترول، بريكر كنترول سكي اللي هو هنا، في هنا اوبوت اسمه بريكر 3 بول اوبن هو ده. طيب اجيب ده منين البريكر ده؟ موجود من السيتنج سيستم سيت اب، موجود جوه البريكر خلاص. يعني يا اما اعمل هنا، في عندي هنا البريكر بريكر 1 فيز اي سلاش 3 بول كلوزد وفيز اي سلاش 3 بول اوبن، ده معناه ان لو انا شغال سنجل فيز تبقى دي الفيزا اي والبي والسي تحتهم، ده البي ده السي. انما لو انا شغال ثلاثة فيز يبقى هو ده، هو ده بس. تمام، هنا الكلوز وهنا الاوبن، هنا الكلوز وهنا الاوبن خلاص. في الاوتر كلوزر عموما، في الاوتر كلوزر عموما لازم نروح نعمل ليدات عشان نعرف الدنيا ماشيه ازاي. اول ليدات هنخليهم بالترتيب ده افضل، لان ده السيكونس اللي بيجي ده، دي البدايه اول حاجه اللي هي الايه فيز اوفر كارنت اللي هي الانيشيشن، بعد كده بيعمل لي بروجريس، بعد كده بيقفل، بعد كده بيجزم الريسيت، بعد كده لو في لوك اوت ده اللي هنتكلم عليه كمان شويه، نكمله شويه بس. بعد كده الانكمبليت سيكونس برضه هنتكلم عليه كمان شويه. وفي برضه البريكر وان كلوز والبريكر وان اوبن اللي هم الايه الحالتين اللي موجودين في البريكر هنا، هم دول. طيب تمام، يبقى معنى كده ان يا اما حالة البريكر الاوترو كلوزر هيشوفها الاوترو كلوزر هيشوفها من يا اما من السيتنج اللي في الاوترو كلوزر يا اما من السيركت بريكر سيتنج. خلينا نجرب مثلا ان احنا هنشغلها من الاوتو كلوجر، الاوتو كلوجر سيتنج اللي هو سيريبول اللي هو ده بريكر سيريبول اللي هو ده. طيب عشان نختبر الحاله دي بتطلع مظبوطه لازم كذا شرط. يعني ايه اول حاجه تطلع مظبوطه؟ تطلع مظبوطه ان هو يشتغل، وان هو بعد ما يشتغل ما يعملليش لوك اوت. ان هو يشتغل وان هو يشتغل وبعد ما يشتغل ما يعملليش لوك اوت. هيعمل لوك اوت امتى؟ ده اللي لسه هنتكلم عليه كمان شويه، بس ممكن ناخد الحاله دي بس. هو بيشوف اللوك اوت لو هو عدى الريسيت تايم، يعني لو عدى الثانيتين دول، بس في الثانيتين دول لو هو عدى الثانيتين دول وشاف بعد كده البريكر اوبن، وشاف بعد كده البريكر اوبن هيعمل لوك اوت. طيب لو جينا احنا دلوقتي في البريكر في الاختبار عايزين نعمل، اول حاجه احنا هنختبر عادي الصفحه الاولانيه هيدز، الثانيه الانيشيشن، والثالثه زيه زي البرودكشن اونلي. بس هنا لو احنا اكتفينا بالثلاث صفح دول، لو احنا اكتفينا بالثلاث صفح دول تمام، وخدنا مع الصفحه الثالثه هنا حاله الباينري انبوت الاولاني دي ده الاوبن، الصفحه الثالثه يعني ايه معناه ان هو اوبن هنا من البدايه خالص، واخدين الانبوت الانبوت الاول والاوتبوتس الاول والثاني، الاولاني اوبن والثاني كلوز تمام. طيب فاحنا هنيجي دلوقتي وهنعمل ايه؟ هنحاول نشتغل ان هي ثلاث صفحة بس، في الصفحه الاولانيه حاله الباينري اوت في الصفحه الاولانيه، والثانيه هو كلوز والثالثه هو اوبن تمام. نحاول نشتغل كده. هو اشتغل مظبوط، بس لو احنا رحنا شفنا الليدات هنلاقي ان هو عمل لوك اوت. ليه عمل لوك اوت؟ لان هو نهى الصفحه الثالثه
وشاف حالة البريكر ايه، وشاف حالة البريكر على انها اوبن، على انها اوبن او على انها مش كلوز، يعني ما شافهاش كلوز، ما شافهاش كلوز. فالحل بتاع دي اول حاجة حل لو ظهر اللوك اوت ده، ظهر اللوك اوت ده ليه كذا طرق في الريسيت. اول طريقة منهم الريسيت اللي جوه البروكيجر سيتنج نفسها، ان احنا ممكن نعمل الريسيت ده بيعبر ان انا عندي، لو انا عندي مثلا بوش بوتون جوه البانل ولا حاجة، فورس ريسيت. تمام، خلي ده اون، بعد كده نعمل اوف كده ريسيت. وفي حل تاني ان احنا نروح للسيركت بريكر سيتنج، تمام، برضو ده هيرست. في هنشوف دلوقتي في حوار اللوك اوت ازاي رسته. لو انت دوست كلوز ده، لو خليته اون، يعني هو دلوقتي ايه كلوز، لو خليناه اون وفعلنا الاوتو كلوزر هيروح في خلال 10 ثواني من بعد اما يتقفل السيركت بريكر. تمام، طبعا مش هنسيف ونروح دلوقتي طبعا نحل الموضوع بقى بتاع الكلوز ازاي، ان هو نشوفه بعد بعد اما يدي الديد تايم وبعد الريسيت، بعد الريسيت تايم نشوفه كلوز هنحلها ازاي. احنا ممكن نزود هنا صفحة رابعة، نخلي زمن الصفحة الرابعة أكبر من زمن الكلوز، زمن الكلوز اللي قصدي آسف أكبر من زمن الريسيت. زمن الريسيت مثلا ثانيتين، نخليه ده 3 ثواني، ونخليه طول الفترة بتاعت ال3 ثواني دول هو إيه، هو شايف كلوز. يبقى إحنا هنعمل الباينري انبوت التاني، شوف اشتغل شيء. اشتغل تمام. هو جاب ايه؟ هو جابها بقى من اول مرة، بس يعني افتكرت ان هو ما لقطش، هو جاب لي. طيب لو جينا مثلا زمن الصفحة الرابعة ده خليته مثلا لنا 1000 ثانية، وهو زمن الريسيت ثانيتين، اشتغلنا ايه اللي هيحصل؟ تمام اشتغل، بس ساعتها هيروح عامل لي لوك اوت، ساعتها هيروح في الداتا عمل لوك اوت. فانا لازم اكبر الايه الزمن اللي هو يشوفه كلوز اكبر من زمن الريسيت، لان هو بيبص عليه بعد زمن الريسيت. تمام، دي حاجة رست اللوك اوت ده. شوف كده، تعالى رسته زي ما قلنا كده، ايه اللي بلاش من هنا عشان ما نتلخبطش، خليها من هنا رست فورست. طيب تعالى نحاول نعمل حاجة تانية كده أنا عملتها عشان بس نستفيد من الموضوع. ممكن، هل ممكن إن احنا نخلي حالة البريكر دايما كلوز، دايما كلوز عشان نلغي حتة الصفحة الرابعة دي؟ تعالى كده نشوف من البريكر، نخليه هنا ايه، يا اما نعمل ده فورس او نخلي ده اون كده. هو ايه، هو دايما كلوز، هو دايما كلوز. ونشيل الصفحة الرابعة، تمام، شوف كده الدنيا هتمشي ازاي. ايه اللي حصل؟ ما حصلش اي حاجة، لا حصل كلوز ولا لوك اوت ولا الهوا. الفكرة انه هنا في الحالة دي البريكر هنا كلوز، وفي نفس الوقت انا مفعله كاوبن في الصفحه الثالثه. فهو دلوقتي في الصفحه الثالثه شاف ايه؟ شاف حالتين متضادين للبريكر، شاف ان هو كلوز وشاف ان هو اوبن. الحاله دي مش هيشتغل،
في الحالة دي مش هيشتغل ولا حتى يعمل لوك اوت. فهي القصة ان انا ما ينفعش اروح اخلي البريكر اوبن على طول، لا انا عايز اوبن في حالات معينة. اتش 8 سي تمام، فانا عايزه كلوز بس مش دايما، انا عايزه كلوز بعد الريست، انا عايزه كلوز بعد الريست تمام. فهي الموضوع البروتكشن وسيركت بريكر، بس لازم نراعي كام نقطة اللي احنا قلناهم في البروتكشن. قول لي ما يعني ما حصلش معانا حتة ان هو يشوف بعد بعد الريست دي يشوف حالة البريكر، هي بتحصل في البروتكشن وسيركت بريكر بس. فلازم اراعي في البروتكشن وسيركت بريكر، اراعي ان الاوبن سواء هعمل حالة الاوبن من هنا او من البريكر سيتنج او من هنا مش مشكلة، يعني السكين بيقول لي يا هنا يا هنا، بس ما ينفعش يكون كلوز واوبن في نفس الوقت تمام. عشان كده وعشان نتفادى موضوع اللوك اوت نخلي ده بروتكشن وسيركت بريكر، نخلي الاوبن هنا ونخلي كلوز من البريكر سيتنج، ونعمل بقى ايه ندخله كستيتس كده اتنين باينري، اتنين باينري اوت، الاولاني اوبن والتاني كلوز، وهنخليها ده الملخص يعني اللي احنا كنا عاملينه. رابع خلي زمن الصفحة دي أكبر من زمن الريسيت، خليه كلوز، فده حالة الإيه؟ حالة الباينري أوت، الأول والتاني هيكون كلوز، التالت أوبن، والرابع كلوز أكبر من زمن الريسيت. كده الاختبار هيتم معانا من غير ما يحصل أي لوك أوت.